مشاهدينا الكرام، الحقيقة هنا الحديث ليس فقط عن الإنجازات التي يمكن أن تضاف إلى الرصيد الغذائي، لكن هناك ما يجب أيضا أن يدرج وأن يقاس وأن يتم تذكره في يوم من الأيام. موسوعة جينيس ريكورد الحقيقة بيتم تسجيل رقم قياسي جديد فيها من خلال توزيع أكبر عدد من الوجبات المدرسية خلال عام واحد، وهذا ما قامت به سايلو فودز للصناعات الغذائية. أعتقد أنه هذا إنجاز يستحق أن يرصد، وفي سبيل ذلك يسعدني أننا ألتقي الأستاذ طلال عمر نائب رئيس جينيس ريكورد للشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا بك، وجدا سعيد لوجودي معكم في مصر اليوم. مشرفنا يا أستاذ طلال. يعني جينيس ريكورد قاست عدد الوجبات، ايه اللي تم بالظبط عشان نوصل لانكم بتمنحوا يعني هذا الرقم القياسي او هذه الشهاده لمصر؟ صحيح، لسايل فودز. اكيد، هو بالنسبه لاي رقم قياسي في اربعه معايير: انه يكون قابل للقياس، قابل للكسر، وانه ممكن يتم كسره في اي دوله اخرى. هذا الرقم القياسي تواصلنا مع سايل فودز والعمل معهم كان على مدى شهور عديده، كان فيها ادله كثيره لازم تم تسليمها، وتواصلنا معهم، والرقم القياسي هو لأكبر توزيع للوجبات المدرسية خلال عام واحد. الجميل أنه سايلو فود لما تعرفنا عليها أكثر هي مجمع مصانع بس بمعايير عالية جدا، وأعتقد أنه لديهم نموذج جدا جميل لسلاسل الإنتاج. الأجمل من ذلك أنه الأرقام القياسية بتكون لأهداف مختلفة. اليوم الهدف لهذا الرقم القياسي بيمس شريحة مهمة من المجتمع المصري اللي هي شريحة الطلاب. الهدف من سايلو فودز هو دعم ما يزيد عن 30,000 مدرسة، الوجبات توصل إلى أكثر من 12 مليون طالب. الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد، وهذا يعني رقم جينيس ريكورد تسجله كأكبر رقم، يعني فارق قد إيه عن الرقم السابق لي؟ صراحة الرقم مبهر جدا. الرقم السابق اللي قبله كان كحد أدنى لازم يسجل ما يقارب 100 مليون وجبة، لكن سايلو فودز وصلت إلى ما يزيد عن 600 مليون وجبة، وأعتقد يمكن أن تحتفظ بالرقم القياسي لفترة طويلة. لا، ده رقم يعني 600 مرة أكثر من 6 أضعاف هذا الرقم، يعني حاجة كان 100 مليون أصبح 600 مليون. بالضبط، هذا رقم كبير. ماذا تمثل جينيس ريكورد من وجهة نظرك؟ يعني أنت كل فترة بتعطوا في أحد المجالات المعتمدة لديكم في المنظمة، يعني جينيس ريكورد أو الرقم القياسي لإحدى المؤسسات أو إحدى ربما الدول، أو يعني أنت ماذا يتم منحه من جينيس ريكورد؟ الشهادة وإيه تاني؟ ماذا حتى تستشعر يعني؟ التنافس دائما موجود فينا كبشر، في الدي ان اي دائما بنحب نكون الافضل في كل شيء. جينيس ارقام قياسيه بتقيس الافضل في كل المجالات العالميه. الارقام القياسيه بتضيف للبلد اللي هي موجود فيها، سواء كانت في الرياضه، في الفن، في الصناعه. فالرقم القياسي اللي بنشوفه اليوم هو بيضع مصر في خارطة العالم او في مصاف العالم من حيث انتاجات او انجازات جميله جدا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ طلال، شرفتني واهلا بك في مصر. شكرا.